في نهاية موسم شاق وطويل، الحمد لله الأهلي نجح في هذا الموسم بنسبة 100%، حقق إنجازات في كل البطولات، فاز بخمسة ألقاب حتى في الرمق الأخير من مباريات كأس مصر، وصل لمرحلة الدور نصف النهائي بعد الفوز على المصري في آخر مباريات هذا الموسم بعد ما يقرب من حوالي 60 مباراة محلية وقرية ودولية على جميع المستويات. حلقة النهاردة من برنامج في كتفك يا أهلي عبر منصتي لاكورة وجي ال سي سبورتس بالتأكيد هنلقي الضوء على ختام الموسم، لأن النهاردة عندنا تفاصيل مهمة جدا على ختام الموسم، أكتر من توبك كده هنتكلم عليه بالتأكيد أنا وصديقي العزيز كريم سعيد. مساء الفل يا كيمو. مساء الخير يا محمد، مساء الخير لكل متابعي في كتفك يا أهلي، ووصلنا لآخر حلقة في السيزون الأول، ونتمنى نكون بإذن الله عملنا شيء كويس للناس طوال الموسم ده. وبصراحه فعلا يعني جي ال سي كان وشها حلو اكيد على الاهلي وجمهور النادي الاهلي. تتكلم موسم يعني موسم اسطوري، يعني ما اعتقدش حصل في تاريخ النادي الاهلي هذا كم بطولات سواء في كره القدم او حتى بقيه الالعاب يا محمد، مش الكوره بس. وكمان الختام في ختام الموسم بماتش دراماتيكي دراماتيكي، فاهم؟ انت متخيل النادي المصري بيجيب هدف في الدقيقه 89 بيتلغي، بعد كده بيجيب هدف في الدقيقه 94، يعني بيتفرج على الماتش خلاص بقى، يعني خلاص الموضوع انتهى. حسين الشحات بكامل الذكاء وبكامل القتال لاخر ثانيه بيعمل تراي على كوره وبيغلط الياس جلاس طبعا لاعب النادي المصري، غلط غلطه يعني لا تغتفر بان هو شده من التيشيرت طبعا ركله الجزاء. الامانه مش محتاجه مش محتاجه جدال يعني تتعادل في الدقيقه كام 99 تروح للاكسترا تايم وتجيب هدف احمد القندوسي وتتاهل السيمي فاينل الام بي. طبعا سيناريو يعني ولا في الاحلام بصراحه، بس عارف سيناريو يعني ايه افضل نهايه للموسم. السيناريو يستحق الاهلي اصحى بكل امانه صحيح، لان مش معقول بعد 59 مباراه والانجازات دي كلها تيجي تقفل الموسم بالشكل ده. عارف الفيلم لما ده حد تبقى قفله وحشه قفله وحشه. بالظبط كده. طيب ماتش المصري شفته ازاي؟ خاصه الشوط الاول والثاني تحس ان الفرقتين اساسا مش قادرين اللعيبه. انا بصراحه مشفق على اللعيبه، اللعيبه زي ما قلت يعني لعيبه النادي الاهلي بالتحديد لعبوا ما يقرب او حتى ممكن ما يزيد عن 60 مباراه خلال الموسم اذا اضفت تمام المباريات الوديه. موسم شاق جدا جدا على كافه المستويات، وبخلاف كمان العدد انت بتتكلف توزيع الماتشات والسفر الكتير، ارهاق شديد وارهاق ذهني شديد، وموسم كان فيه مطبات كتيره اعتقد يعني ربما اكثر عقبه الخماسيه بتاعت سان داونز. فانا طبعا مش فاكر على اللعيبه النهارده الاهلي او حتى برضو لعيبه النادي المصري، كان واضح ان اللعيبه يعني مش واقفين على رجلهم. المستوى الفني طبعا المباراه كان سيء للغايه. لعيبه الاهلي كل اللي اتفرج على الماتش يقول لك ايه؟ اللعيبه زهقان. خلاص كل اللي بيتفرج على الماتش يقول لك بص اللعيبه دي زهقانه، ما حدش بينتقد حد على غلطه ليه؟ ان هو عارف، هو عارف المبرر ويقول لك خلاص يعني هم فعلا هم وصلوا لغايه يعني ايه درجه خلاص عايزين يصيفوا بقى عايزين ناخد اجازه. فانت بتتكلم ان الماتش النهارده طبعا غلب عليه اخطاء كتيره جدا، كان في طبعا يعني فرص كانت سهله قوي، يعني الفرصه بتاعت مجدي قفشه اللي في الشوط الثاني لما مروان عطيه خطف الكوره من نص ملعب النادي المصري، والنادي المصري كان بيعمل ميس باس كتير جدا جدا في نص الملعب، والاهلي كان بيروح بهجمات مرتده كان ممكن يخلص المباراه بشكل مبكر. بس انا عايز اوريك يا محمد الايه التعب الذهني، قفشة في الكرة دي ببساطة يحط الكرة على يمينه حسين الشحات راح انفراد الكرة خلاص 99 جون، بس قفشة قرر ان هو يسدد. ده انا برجعه للتعب الذهني الارهاق الذهني اكتر ما هو ارهاق بدني. بس اللي يحسب اللعبة دي بصراحة ان رغم التأخر في دي 94 انت بتقدر ان انت تبقى واقف وثابت وكمان عندك يعني عارف اللي هو الجون ايه فوقك ده هنخسر، وقدرت طبعا بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى انت تاخد ركله الجزاء وعلي معلول يحولها للتعادل. تغييرات كولر اعتقد كولر يعني في الفتره الاخيره واضح جدا جدا هو بيتكلم بنفس اللغه وبنفس المنطق اللي احنا بنتكلم بيه، انه حاطط موضوع الارهاق، وهو حتى اتكلم ووجه رسائل كتيره لاتحاد الكوره ما ينفعش اللعيبه تلعب موسم بالشكل ده. انا بشوف ان هو تغيير حاول طبعا هو بالتغييرات ان هو يضيف ناحيه نزعه هجوميه ازيد حتى طلع اليو ديانج، يعني لما نزل ونزل قندوسي فهو يعني لعب من غير مركز ست صريح يعني، وحتى كان مروان عطيه برده بيزيد له قدام. وعمل حاجه ثانيه نعم، طلع خالد عبد الفتاح ونزل طاهر ودخل هاني بقريت وخلى طاهر وحسين نعم، بس كان طبعا كان تغيير اضطراري ان خالد اتصاب في دراعه ونتمنى له الشفاء طبعا، ما كانش عنده مساك تاني بالظبط. فهي فكره في حته هو طبعا حاول ان هو يعني يمشي الدنيا
فاهم؟ وعشان بكل امانه هم مجتهدين ويستحقوا زي ما انت ما قلت النهايه الكويسه، فربنا سبحانه وتعالى وقف معاهم وقدر ان هو يعني يديهم او يوجههم ناحيه الفوز والهدف طبعا التعادل اللي وصل ورا الاكسترا. خدت بالك كمان علي معلوجي في الاخر ما قدرش يكمل. صحيح علي خلاص يعني هو كله الموضوع فعلا صعب جدا على مستوى الذهن ومستوى البدن. بس انا بوريك بقى الايه الثقافه اللي بقت عند الجمهور. يعني انا قعدت ابص على ردود الافعال، معظم ردود الافعال يعني مش زعلانين قوي، وحتى لو كان خسر بكل امانه تحس ان في حد متضايق. ليه؟ هم مقدرين اللي حصل ومفاهمين النهارده ان الجهاز الفني ده وصل الى ماكسيمم 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 الحمل البدني مع اللعيبه دي. مظبوط. والنهارده بصراحه يعني هم فعلا يستحقوا الاجازه اللي خدوها 3 اسابيع وان شاء الله يستمتعوا بيها. اكتر واحد استفاد في الست شهور الاخيره مين؟ اخر 6 شهور في الاهلي كهربا. كهربا بصراحه كهربا صح. اني عارف كهربا بطل الدور الثاني. فعلا على كلامك قيس النجاعه الهجوميه عند الاهلي قبل كهربا وبعد كهربا. كهربا حللك فعلا ازمه او حلق يعني جزء كبير من ازمه المهاجم الصريح عندك اتحلت بعوده الكهرباء. افتكر كان من ساعه اعتقد ماتش اسوان لما الاهلي كان بيلعب اسوان في اسوان، المباراه دي كهرباء جاب فيها جونين. كان لسه راجع من الاهلي من السودان وراح على اسوان بالظبط. وكهرباء لعب الماتش وجاب جونين انا فاكر. وبعد كده في الزمالك جاب اول ماتش ضد الزمالك جاب الهدف. وبعد كده بدات الدنيا. وخلي بالك برده وجود كهرباء والنجاعه اللي عنده بدات تروح لمحمد شريف، كان عنده مشكله قبل الدور الثاني. يعني في الدور الاول محمد شريف وشادي حسين كان عندهم ازمه كبيره في مساله التهديف. ولو تخلي تفتكر كان ساعتها كولر بيقعد يعمل روتيشن ما بينهم، شويه شادي حسين شويه محمد شريف، ده بيغلط دخول كهربا فوق الدنيا وبدا يخلي حتى محمد شريف في الدور الثاني افضل بكتير من الدور الاول. والاهلي ختم الموسم ببيرسي تاو وحسين الشحات رغم ان كان الكولر بدا الموسم بناس ثانيه. صحيح. وبيرسي تاو بدا عبد القادر والطاهر. صح. وبيرسي تاو طبعا امانه برضه واحد من نجوم هذا الموسم. يعني حسين الشحات طبعا وخصوصا على المستوى الافريقي اكتر من المستوى المحلي. امانه الدوري السنه دي الاهلي كان فارق من بدري. كان فارق يعني كان وضع فجوه فنيه في الدوري السنه دي. والاهلي كان يعني بيراميدز في الدور الثاني شد حلو شويه. بيراميدز اشوف بصراحه بعد مع عبد الله السعيد بعد شويه ورمضان وبدات تبعد اللي هم اللي بيسموها ايه يعني القوه المعلمين كبار وبدات الفريق يبقى معتمد على الناس فعلا اللي بتؤدي. الفريق قدر ان هو ياخد وصفه الدوري. مزبوط. رغم ان هو كان اعتقد كان في المركز الخامس او الرابع كان بعيد فعلا كان بعيد شويه في طول الدوري الثاني. بالظبط بعيد شويه وقدر ان هو يحقق عدد من الانتصارات متتاليه وصل بيهم ليه وصفه الدوري وودته اول مشاركه له في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. طيب فاز الاهلي على المصري وختم الموسم وخلاص هيواجه انبي لغايه لما نشوف بقى ميعاد الكاس الجديد مع ميعاد الدوري الجديد مع ميعاد كاس السوبر الابطال. ده بطولات كتير قوي يا كريم. وكاس النيل صح وكاس النيل. أيوه. سوبر النيل ولا النيل؟ ما اعرفش كاس سوبر النيل. كاس سوبر النيل. مش عارف البطولات دي كلها جت فجأة في موسم ما ينفعش اصلا يتعمل فيه البطولات دي كلها. مش عارف يلعبوها ازاي والله. طيب عايز اتكلم معاك على توبيك تاني له علاقة. انت النهارده بتلعب المصري والاهلي في مبارياته مع الانديه الشعبيه والجماهيريه بنشوف دايما في حساسيه وفي ماتشات فيها نديه. صحيح. ودايما بيكون فيها هات وخد، فيها مشاكل. صحيح. تحكيميه ومشاكل اعلاميه وبتاع. علاقه الاهلي بالانديه الشعبيه انت بتوصفها ازاي؟ والله بص ده واحد من التوبيكات المهمه جدا اللي انا يعني احنا بنفتحها في كتفك الاهلي. واتمنى بصراحه الاعلام في الفتره الجايه يبص لها بكذا منظور. احنا النهارده الكره يا محمد بتتحول. انت عايز الاول بس تقارن كمنظور محلي ولا تقارنها دي بالفكره في اوروبا؟ لا خلينا الاول بس نتكلم عن منظور محلي وهنقارن طبعا باوروبا. محليا الانديه الشعبيه بقت عندها النهارده تنافس صعب بكل امان مع الانديه الراسماليه اللي هي انديه الشركات او حتى انديه رجال الاعمال. يعني تبقى عندك النهارده في رجال اعمال دخلوا بيشتروا انديه زي مثلا عائله الحاج الاسيوطي مثلا عندهم دلوقتي اللي هم كانوا عندهم الاسيوطي وباعوه البيراميدز. عندهم دلوقتي نادي قوي جدا اسمه نادي لافيانا ده بيلعب في الدرجه الثانيه وكان قاب قوسين او ادنى انه يصعد للدوري لكن زيد قدر يخطف منه بطوله التاهل. انا بقول لك لافيانا السنه الجايه هيبقى عنده خبره اكبر وهيبقى عنده امكانيات افضل وهيشتري افضل اللعيبه في الدوري فهيقدر يبقى عنده مساحه ان هو يصعد السنه الجايه. فانت هنا عندك تنافسيه مع انديه الشركات وانديه رجال الاعمال. علاقه الانديه الشعبيه مع بعض انا بقولها لو الناس ما بطلتش تنجرف
الى خناقات السوشيال ميديا والخناقات الجماهيريه في بعض الانديه مش هتقدر تصمد وتعيش. وندي مثال، احنا بقى لنا كام سنه، كان مثلا اسم نادي الترسانه ده يا محمد من الخمسينات كان هو اللي مع الاهلي والزمالك، الشواكيش كان هو المنافس، وترسانه الشاذلي ومصطفى رياض، وانت بتتكلم على نادي مره كسب الاهلي اعتقد 5 أو 6 يعني كسب سكور تتكلم. بس طبعا بالكلام ايام كانت هوايه الترسانه، بمجرد ما الكوره بدات تروح للفلوس بدا ما يقدرش يعيش، فبقى اللي يحصل في القسم الثالث دلوقتي خلاص. طيب بعد الترسانه هقول برضو اسم كبير، وهو اسم مثلا نادي المنصوره. نادي المنصوره ده في التسعينات كان بعبع، كان بعبع يا ده، كان بيكسب الاهلي وطلع دوري الكاس. يعني دوروا كده على جوجل على نسخه المنصوره مع تامر بجاتو التسعينات والكابتن حسن مجاهد، حسن مجاهد الله يرحمه، دوروا وشوفوا المنصوره الفريق ده كان عامل ازاي. مرور الوقت بدا يا محمد خلاص. طيب ملعب المنصوره ده كان ملعب رعب، يا خبر، مستاد استاد صعب جدا، صعب جدا تروح تلعبهم هناك، الاستاد كله متقفل، جماهير منصوره، جماهير منصوره بيحبوا المنصوره. طبعا المنصوره فيها اهلاويه وفيها زنكوكر، بس هم برضه نادي المنصوره، هو الاهلي يكسب او يجيب جون تلاقي العلم الطواني بقى علم احمر، بس برضه النادي نفسه كان عنده مشجعين، هو مشجعين زي بالظبط المصري بورسعيد وزي الاسماعيلي في اسماعيليه، بس يمكن جمهور المنصوره اعتقد اكتر من الاسماعيلي بحكم ان المحافظه اكبر، يعني محافظه الدهليه اكبر من محافظه اسماعيليه. نيجي برضو المنيا في الصعيد، أسوان نفسه كان بيعاني، صح، جمهورية شبين نسيناه خالص، السويس، كل دي كانت أندية شعبية بدأت تضمحل، والأولمبي برافو عليك في اسكندرية. النهاردة لما نيجي نعد غنماتك يا جحا، الاتحاد، أهلي، زمالك، اتحاد مصري، الإسماعيلي، إسماعيلي والمحلة ما قدرش ان هو يصمد، نزل درجه ثانيه، المحل بقاله كام سنه بيطلع وينزل يطلع وينزل. فاحنا دلوقتي 5 أندية، انا وجهه نظري الانديه كلها اللي ما قدرتش تتحول لمؤسسات اقتصاديه، ونتكلم بصراحه، النادي الاهلي منذ الكابتن صلاح سليم الله يرحمه، كابتن صلاح سليم انا فاكر كان دايما بينبه يا جماعه الكوره هتتحول لاقتصاد بمفرده، وكان اول خطوه هو خدها حتى لما حصل له مشكله مع الكاف انه امتنع عن المشاركه في بطولات الكاف طالما ان هي ما بتدينيش جوائز. انا بقعد اشترك في افريقيا وبصرف على الفريق 3-4 سنين، انا بصرف فنادق وبصرف سفر كل حاجه، وانت ما بتديش حاجه، لما بكسب البطوله في الاخر ما باخدش حاجه منك، لغايه لما الكاف عمل البطوله بنسختها وبدا يزود الفلوس فالاهلي رجع. جه الكابتن طبعا حسن حمدي، بنتكلم على تواصل اجيال في اداره النادي الاهلي، والكابتن حسن حمدي هو اقتصاديه ثانيه، انا في وجهه نظري الكابتن حسن حمدي صاحب الثوره الاقتصاديه الحديثه في النادي الاهلي، انه خلى النادي الاهلي في حقبه من الزمن خلى مؤسسه اقتصاديه، وبدا النهارده كمان يجيب من اعضاء الجمعيه العموميه الاقتصاديين الكبار عشان يشكلوا ما يشبه يعني لجنه تنميه موارد، ويبداوا يساعدوا النادي الاهلي انه يقف. والنادي الاهلي النادي الوحيد في مصر اللي فهم الموضوع ده بشكل مبكر بدري جدا، وعشان كده هو النهارده صامد ضد توحش اقتصاديات الكره. الكره بقت صعبه، الزمالك نفسه ما بقاش قادر، الزمالك ما قدرش يمشي في الحته دي. المصري معتمد برضو على رجال الاعمال، والاسماعيلي فتره كان والاسماعيلي فضل فتره كده، بس مش النهارده مش قادر. تخيل بقى يا محمد، انا باجي ببص كده على علاقات الانديه ببعض، وهشكر مثلا دلوقتي ما بين الاهلي والاسماعيلي، يعني جزء من الحل علاقات الانديه ببعض. طبعا ده اساسها، تمام، ده اساسها اساسها. سيب التنافس على الجمهور، ماشي، علاقات الانديه ببعض ما ينفعش تتاثر بالجمهور. وندي مثل النادي الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي تعال نبص كده عليه اخر 23 سنه. النادي الاسماعيلي في بدايه الالفينيات كان فريق قوي جدا، كان معاه فرقه حلوه اللي قدر ياخد بيها يكسب بيها الدوري، وصل اعتقد فاينل كان كاس الاتحاد لما لعبوا فريق من الجزائر، كاس الاتحاد الافريقي، كاس الاتحاد الافريقي، وخسروا في ماتش الفاينل الهدف. بعد كده وصل فاينل دوري ابطال افريقيا مع انيمبا، وصل فاينل البطوله العربيه كانت برده مبلغ كبير جدا لما لعب اعتقد لاعب الصفاقسي وخسروا بيه ركلات ترجيح. في الفتره دي النادي الاسماعيلي عمل طفره كويسه. النادي الاهلي بقى ساعتها اعتقد اشترى منه كام لعيب، وفضل النادي الاسماعيلي بينافس، هو من الانديه اللي بتنافس على الدوري، يعني دايما بيطلع تاني تالت، وبيلعب مباراه فيصل مع النادي الاهلي في موسم 2007 2008. هوب طبعا جت الثوره وقفنا شويه، بس بعديها برضو في النادي الاهلي بياخد بعض اللعيبه من النادي الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي اعتقد خد وصيف في الموسم بتاع لما كان معاهم كالديرانو او اللعيب اللي هو بتاع كولومبيا، كان معاهم، مش متذكر التاريخ بالظبط. المهم
فادي النادي الاسماعيلي فوق نظري يعني من بص على 23 كان بيستفيد تقصد كده علاقته كويسه مع النادي الاهلي في مساله تبادل اللاعبين مخليه عايش. عارف ليه؟ انا فاكر وقتها وانت خليتنا افتكر الموضوع ده، يحيى الكومي وقتها كان انا فاكر زياره شهيره حصلت من الكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب للاسماعيلي في اسماعيليه وكان يحيى الكومي هو رئيس النادي واتعملت اتفاقيه وتوامه والاسماعيلي استفاد منها استفاده كبيره جدا. بعد ما ابتدت بقى النفخ في النار الاسماعيلي ما شافش قدامه. الله اكبر عليك. هي بالظبط كده. اي حد ببساطه، اي حد باحث هيرجع شريط ال 23 سنه اللي فاتوا ويبص على السنوات النادي الاسماعيلي علاقته فيها اداريا بالنادي الاهلي كويسه، هتلاقي النادي الاسماعيلي بيزدهر. اما بيطلع ثالث دوري وصيف، وطبعا ثاني او ثالث او رابع انت بتلعب بعديها على طول بطوله افريقيه، فبيدخل لك فلوس عمله صعبه. وكمان لما النادي الاهلي ياخد من عندك بعض اللاعبين يعمل معاك تبادل بيديك الصف الثاني. تعالى النهارده نبص كل الانديه بتاخد الصف الثاني بتاع الاهلي بتعيش. لو عندها سيراميكا لو عندها مين؟ سيراميكا فيوتشر عشان يبدا، بدا بالاهلي فيوتشر خد كاس الرابطه بالظبط. يعني فيوتشر وسيراميكا كسبوا بطوله وما دفعوش فلوس قد اللي دفعها بيراميدز. صح. مثلا بيراميدز دفع كم هائل من الاموال مليارات في اخر اربع او خمس سنين، ولغايه النهارده بيراميدز في سجله ما عندوش ولا بطوله. بص على سيراميكا، سيراميكا خد من النادي الاهلي عدد من اللعيبه الصف الثاني في الفاينل، وقدر ان هو لعيبه كويسه وكل شيء، وقدر ان هو يعني يزدهر. فاللي عايز اقوله في التوبيك ده، الانديه الشعبيه لازم تبص على علاقتها ببعض، ما ينفعش تنجرف لي خناقات السوشيال ميديا. لو النادي الاهلي قدر ان هو يبقى مؤسسه اقتصاديه ماليه ورياضيه كويسه، قرب منه استفيد منه مش عيب، وسيب سيب التنافس على جنب على جنب. بص في ايطاليا هتلاقي انتر وميلان خناقات، مفيش حد، مفيش جمهورين بيكرهوا بعض اكتر من انتر ومينا، لكن على مستوى الادارات لا، ما لناش دعوه. قلت لي في لعيبه انتقلت من هنا دايركت، مش هقول مش بقى اصل رحت، لا لا دايركت. مينا خد لعيبه من انتر وانتر خد لعيبه من مينا، ده من زمان. ليه؟ الفكر الاحترافي وعشان نعيش. خلينا يا جماعه نبقى اذكياء. السنه الجايه اقول لكم اهو، السنه الجايه اكتر نادي شعبي عنده مشكله في مساله البقاء والاستمراريه هيفضل برضو الاسماعيلي، النادي الاسماعيلي اللي عنده جيم بحوالي 5 مليون دولار واحكام وقضايا كبيره جدا. بس انت فكرتني بنقطه مهمه واحنا بنختم التوبيك ده، اللي نفخوا في النار عشان يعملوا ازمه للاهلي مع الانديه الشعبيه وابرزهم مثلا الاسماعيلي، كان مثلا اعلان بعض الانديه المنافسه او نادي منافس. لما تبص على مشاكل الاسماعيلي في موضوع القيد او مساله ايقافات اللعيبه بسبب مستحقات او انتقالات لعيبه، هتلاقي اكبر ازمه في انتقال مثلا مدبولي من او يا ربي ابراهيم حسن من النجوم للاسماعيلي للزمالك. صحيح. وساعتها النسبه ما اتدفعتش، وساعتها الاسماعيلي توقف قيد وعلى مستحقات وعليه وعليه وعليه، كانت فيه بسبب انتقال من لاعب من الاسماعيلي للزمالك دون موافقه النجوم او دون حصول النجوم على مستحقاته. لكن لما تبص على انتقالات لعيبه الاسماعيلي للاهلي او العكس بتبقى فيها استفادات. يعني استفاده الاسماعيلي احمد عادل عبد المنعم دلوقتي من الاهلي، قبل كده كان في احمد صديق، لعيبه كتيره جدا لعبت في الاسماعيلي. بس محدش بيبص لده للاسف، وكل بيبقى عايز يعمل ترند ويروح للسوشيال ميديا وينفخ في النار للاسف. طيب واحنا بنختتم الموسم، حصاد الموسم السنه دي، موسم انت قلت لي جمله شهيره انا فاكرها، موسم تاريخي مش موسم استثنائي. نعم طبعا. طيب لم يحدث في تاريخ النادي الاهلي على مستوى كل الالعاب انه حصد هذا الكم من الالقاب. احنا بنتكلم النادي الاهلي في الكوره رايح مونديال انديه، النادي الاهلي في الباسكت رايح مونديال انديه، النادي الاهلي اعتقد في كره اليد رايح مونديال انديه. ربما كل اللعبه الوحيده كان فيها بعض المشاكل الكره الطائره، بس برضه حقق اعتقد كم لقب، خد لقب او اثنين. تنس الطاوله النادي الاهلي طبعا حقق الدوري والووتر بولو، والووتر بولو يعني من سنين ما عملناهاش، النادي الاهلي حقق قدر يكسب الدوري في الووتر بولو. فبنتكلم احنا فعلا موسم تاريخي، لان مجلس الاداره قدر ان هو يسد الثقوب في كل اللعبات وقسم الملفات بشكل كويس جدا وتم التعامل عليها بشكل جيد، وقدر ان هو يحقق النجاحات. والكوره طبعا حدث ولا حرج، حدث ولا حرج كل حاجه، خماسيه تاريخيه خلت كولر النهارده احنا بنقارنه بجوزي. جوزي هو المدير الفني الوحيد في تاريخ النادي الاهلي اللي خد خماسيتين ورا بعض، 2004 2005 2005 2006. جوزي دخل 12 بطوله خد منهم 10، البطولتين اللي خسرهم ما كانش مطالب بالفوز فيهم ان هم مونديال الانديه، خد منهم برونزيه 2006. لكن طبعا انت مش مطالب
تكسب. بس بداية كولر أفضل من بداية مانويل. طبعا بس مانويل في 2001 ما خدش الكلام. بس مع خلاف برضو ان جوزيه عمل ده وقت ما كان الاهلي استحالة يعمل ده. يعني الاهلي كون عمل الحاجة في الكرة المصرية لم يسبق. حتى لما ساعتها سألنا الناس القديمة هيدوكوتي عمل كده قال لا. قال لا يعني هيدوكوتي عمل طبعا كان عامل تاريخي, ولكن ما نقدرش نقارن برضو ان جوزيه الكرة كانت اتطورت والبطولات نفسها كانت اتطورت بشكل اكبر. طيب حصاد الموسم بنتكلم 34 مباراة في الدوري. نعم. 14 مباراة في دوري الابطال, 4 مباريات في كاس العالم للاندية, 2 سوبر في حدث تاريخي ما حصلش قبل كده تلعب 2 سوبر في سنة واحدة. في 3 كاس مصر الموسم القديم مع 3 كاس مصر الموسم الجديد. تعرفين كاس دايما بيخش سنتين في بعض. فبتتكلم مثلا ما يقرب من حوالي 60 مباراة. كتير وهيزيدوا السنة. لا السنة الجاية هنخش في 70 80. طبعا اكيد موسم مرهق, وموسم يعرفك قد ايه اللعيبة دي تعبت, واللعيبة دي يستحقوا راحة, واكيد طبعا يستحقوا مكافئات. وطبعا اكيد لازم نقولها في اخر بقى حلقة لينا مع جي ال سي, النظام القديم للأجندة المصرية انسوها خلاص, الله يرحمها. السنة دي بداية أجندة جديدة للكرة في مصر وأفريقيا. اللي جاي دور السوبر الأفريقي أول مرة هيتلعب في من دور الثمانية سيمي فاينل فاينل. بقول لكم السنة الجاية افتكروا لما البطولة تبدأ تتطور هتتلعب بنظام دور واحد, ويبقى الشكل مختلف, لأن هم عايزين يعملوا فكرة الدوري الأوروبي ما عرفوش يعملوها في أوروبا. انفانتينو هيطبقها في افريقيا وياخدها بعد كده ينقلها أوروبا. لاوروبا بالظبط كده. طيب اخر حاجه واحنا بنختم, افضل لاعب في الاهلي السنه دي؟ سؤال مفاجئ والله, سؤال صعب. ناس انا كريم سعيد هديها لمين؟ انا هديها لبيرسيتاو. بيرسيتاو هديها لبيرسيتاو, افضل لاعب في الاهلي. انا هديها لبيرسيتاو بصراحه. كلمه اخيره في الموسم الكريم, الف مبروك للنادي الاهلي كل الانجازات دي, الف مليون مبروك. السعاده لجماهير الاهلي اللي صبرت خصوصا, وبفكركم افتكروا ربما يكون ربنا سبحانه وتعالى اداكوا كل الفرحه دي, لان ساعه الخمسة 2 بتاعه سان داونز محدش فرط العقد في سان داونز. تم التعامل مع الكارثه دي بحكمه, سواء من حيث الاداره او من حيث الجماهير. كان اسهل قرار ساعتها شيل مارسيل كولر وطير الجهاز الفني الثاني خماسيه ناخدها, وفي ناس اشتركت في الخماسيه دي مع بعض وقال لك مشوهم خالص. كان ممكن لكن كان في حكم. طبعا كان في بعض العصبيه اكيد من بعض, بس الاغلبيه الدنيا هديت بعدها كمان عن السوشيال ميديا كانت هاديه وتم الصبر, وكنا شايفين ان مارسيل كولر عنده حاجه حلوه. بعديها اول ما انت صبرت في الفتره دي وتعقلت الامور, ربنا سبحانه وتعالى برضو خلي بالك ساعدك في ايه؟ في لحظه اطهر الطاهر. ما اطهر الطاهر ما كانتش في ايدك, جت من عند ربنا. وبعد اطهر الطاهر الدنيا طبعا اعتقد هرجع انا بس قبلك شويه كام شهر, وانا اعتبر ان اللحظه الحاسمه اللي خلت الاهلي السنه دي حقق كل شيء يوم ما خسر الفاينل من الوداد بفعل فاعل. وقتها الاهلي لغايه النهارده كسب كل حاجه والوداد خسر كل حاجه. الوداد يعني بصراحه وضع صعب. بالظبط كده. ربنا يكون في عونك. شكرا لك يا كريم, وكل سنه وانت طيب. شكرا لك, طيب, وكل سنه وكل جمهورنا الاهلي الطيبين. وبنشكر طبعا شركه جي ال سي على النص موسم الجميل اللي احنا قضيناه مع بعض. كنا في كتفك يا اهلي فعلا. وفعلا النادي الاهلي السنه دي حقق اعتقد شيء كويس, واكيد جمهور النادي الاهلي مبسوط بيه اللي اتحقق في الموسم ده. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.